السلام عليكم عبد العزيز بام مفاعي جماوي جهه الدار بلا سطات. يعني شكرا لكم على الاستضافه. بعدا هذا المهم خصنا ندويو على هذا. السبيطارات المغرب كاينين اطباء الله يعمر لهم الدار. هاد الاطباء نرفع لهم القبعه، ولكن اللي كنطلبوا من المسؤول وزير الصحه هو الاول اللي خصنا نهضروا معاه، عاد نهضروا مع المدير ديال لوبيتال باش سيكيريتي كيشد الراديو ديال المريض ويقول له ناري عندك مرض واعر. واحد راه قرا تقرا ومازال تيقرا باش كيزيد يعطي، كيجي واحد الحارس ديال الباب وكيقول لي ناري المرض عندك واعر. راه خصهم يخرجوا دوك الماجوري اللي كاينين في السبيطار يخرجوا يدوروا، ما يبقاوش يخليو علاقه سيكيريتي يشد الراديو ولا يشد شي لوردونونس ولا يشد شي حاجه. سيكيريتي ديال الباب مكلف بالباب، مكلف بالجناح، مكلف بجناح بوان نقطه ورجع السطر. ما عندناش حنا اي سيكيريتي جاي يشد الراديو. المشكل العواص ما خصهاش تكون. دابا لاحظنا هادشي لاحظنا حتى في بلايص اخرين. راه سيدنا دير لافور باش كنزيدو وعطي وقته وعطي صحته باش يعني المغرب يكون غادي في حله جديده من بعد وباء ويكون غادي 100% على ما يرام. راه جيراننا وحاسدين على هاد النعمه اللي عطانا الله. التربيش نصلع السبيطارات هنا في المغرب هذا بواحد التمرد اللي ما كيتصورش، لانه ولا كلشي كيحكم السبيطار، ولا من السيكوريتي حتى العساس اللي بغيت يدخلك تشوف مع السيكوريتي هو الاول، والسيكوريتي هو اللي مهل لك الطريق باش تدخل. وما عندناش بعدا ديجا ما عندناش سبيطار، وزادوا كملوا بان بهذا الشيء اللي داروا ما بقاوش سبيطارات. عاد لي رانديفو ما نهضروش عليهم، لا رانديفو على الشهور، السيد مات وكيتسناو ولادو كيتسناو رانديفو لاش، والسيد توفى عطاو رانديفو على 7 شهور 8 شهور، هو عنده خصو يدير عمليه ضرب جوج ولا 3 ايام ولا 4 ايام، والسيد وصلوا للمرض ومات الله يرحمه وحنا كنتسناو الرانديفو. اش من سبيطار كتعاود لي عليه؟ حتى يكون عندنا سبيطار عاد نهضروا على السبيطار، لا ما عندنا سبيطارات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرأي ديالي بالنسبة للمستشفيات المغربية دابا حاليا في هاد السنين الأخيرة تعدد المستشفيات مع ضعف الخدمات. هذا هو الفكره اللي كاينه، لان لا يعقل ان دابا سيرتهم اللي ولا مؤخرا في هذا القرن الاخير ولات هذه المسائل دابا ديال التحاليل وكذا، ولكن هذه المسائل هي غير زايده على الدليل على ان ايام الاستعمار او الخمسينات او الستينات كانوا النصارى وكانوا بعض اليهود او منهم تبعد المسلمين، انهم كانوا تيدوزوا الفيزيت ما تيقول لك لا تحاليل، ولا كان تيعطيك الروشيطات تشري الدواء تتبرى. دابا لا يعقل ان دابا الطبيب تيدوز لك لا بالنسبه للمستشفى ولا بالنسبه لهذه، تيبقى ذاك المود يقول لك عاود رجع لي، لا ما بغيتيش عاود رجع لي. اما الخدمات بالنسبه للمستشفيات ضئيله جدا، لانه لا ما تيخدموش بالنيه ديالهم، لانه المريض هو امانه بين يديهم وهما تيتلاعبوا بهذه الامانه هذه. الانسان بشر، هما بنفسهم راه بشر، هما ما تيمرضوش راه هما تيمرضوا. وهذه المسائل هذه تنظن انا خصها يوجدوا لها شي حل، لانه شي تضال بزاف، وخصوصا هذا المستشفى. بعض المستشفيات ربما تيقوا فيها بزاف ديال المسائل. لا انا حتى الاطفال تيتباعوا مثلا، وحده تتولد وتبدلوا لها الطفل ديالها ويجيبوا لها واحد ميت ويقول لها راه مات لك ولدك. ما لا يعقل هذه المسائل التجاريه. الصحه ديال البشريه فوق كل شيء، قال لك الصحه تاجون فوق رؤوس الاصحاء، لا يراه الا المرضى. راه كل شيء عارف سبيطارات المغرب، الحاله ما فيها ما يتشاف، المسؤولين ذو المستوى، واحد اللي كان عقل عليه اللي كان وزير الصحه الله يرحمه، الله يرحمه ما تعقليش عليه تي يلاه كتسميتو عند طبيب ديال الاطفال. هذاك كان كيجي الموريزكو بن روج وبعينيه كيدخل وكيقلب وكل شيء. دابا بحال البارح قريت في الجورنال شي بلايص ما فيهمش داك لي زاباغاي اون بان ولا ما كاينينش. واحد قريته في الجورنال عاوتاني البارح، عامين الطبيب ما التحقش بواحد البلاصه، واحد يمكن ديسبونسير ولا شي حاجه. كاين مشكل ديال التسيير، الهيكله ولا ريسبونسابل يكونوا رجاله ويخدموا، والله يحفظ. مشكل عويص في السبيطارات. والسبيطارات ديال المغرب عشان نقول لك فيها غير العشوائيه، بسبب الغياب ديال المراقبه ما كاينش المراقبه في السبيطارات. اللي شاد شي منصب في شي سبيطار كيدير يستغل
ما عرفتش ما حسيتش بالمسؤوليه اللي عليهم بالمهنه ديال مهنه التمريض وسواء طبيب. راه مهنه كتحاسب على كل واحد كيتحاسب على داكشي اللي كيدير. دونك الله يهديهم خلقوا صافي شنو راه سيرفيس نيل. راه بغيتي تعالج كلشي راه خصك تجبد الفلوس. ما جبدتيش الفلوس راه غتشد واحد الصف طويل كيف كنقولوا. دونك دابا كلشي ولا خدام غير الماديات وصافي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.